السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة التالت الابتدائي ويونت 4. النهاردة هنتكلم عن حاجات بتحصل في البيت at home. خليكم معي. هنبدأ بكلمات lesson 1. عندنا cupboard. cupboard يعني دولاب، ده بحط فيه كل حاجة بقى، كتب، ملابس، أشياء، أي حاجة في الكابورد. إنما لو هو مخصص للملابس هيبقى اسمه واردروب. table table chair. طب لو هو عنده إيدين من هنا، عنده مساند، يبقى اسمه arm chair. sofa sofa bookcase bookcase مكتبة اللي هي بنحط فيها الكتب. television television عندنا ال SION دي هنطقها جن. lamp lamp clock. living room living room. math book math book. math homework math homework. look for look for. help no. الكي يجي بعدها ان، ما نطقش الكي. no no. find find. here photos ال BH هنطقها ف. photos photos. where there is there is يوجد للمفرد ويأتي بعدها اسم مفرد. هنا في محادثة ظريفة جدا هتدور بين الأب وبين هاني. الأب بيقول هاني what are you doing، بيسأله هو بيعمل ايه دلوقتي. what are you doing. الاسم يا جماعة لو جي في الاول هيبقى بعديه كومة، لو جي في الاخر هيبقى قبليه كومة، لانه انا بكلم بخاطب شخص موجود دلوقتي. رد بقى هاني وقال ايه. I'm looking for ابحث عن my math book، بدور عن كتاب الرياضيات بتاعي. do you know where it is. do you know where it is. تعرف هو فين. I can't find it. انا مش لاقيه. and I have math homework. وعندي واجب math. فقال له no I don't. no I don't. انا معرفش هو فين. I can help you find your book. انا اقدر اساعدك. I can help you find. help find. عندي لما يكون في هنا help يجي وراها على طول فعل مساعد. وطبعا حبايبي عندنا يجي وراها فعل يجي وراها فعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافات. نفس الحكايه عندنا كان يجي وراها فعل فين في المصدر. طيب هو قال له انا هساعدك. بداوا بقى يدوروا وبعدين قال له اي اوكي ام لوكين اون ذا بوكيس، انا دورت في مكتبه الكتب. كان يو لوك ان ذا كابورد بليز، ممكن تدور انت في الكابورد. راح قال له it is here، إنه هنا. in the cupboard في الدولاب. next to the photos بجوار الصور. راح قال له thanks dad، شكرا يا أب. تعالوا كده نتأمل what is in your living room، إيه اللي موجود في غرفة المعيشة. عندنا هنا bookcase، وكمان عندنا صوفا، وعندنا cupboard، وعندنا curtains ستاير، وفي كاربت سجادة، وفي فاز، وممكن يبقى في كلوك على الحيطة او في لامب. there is a lamp and there is a clock. في اباجورة او في لمبة، وفي كمان ساعة حائط. ممكن اقول there is an armchair and there is a sofa، في كرسي بمسند وكمان في صوفا. هنبص يا حبايبي هنلاقي معانا حروف جر مهمة. طيب بما اني سألت بوير اين، يبقى هنجيب هنسأل هيبقى معانا في الاجابة اماكن. فالاماكن دي هيبقى كمان فيها حروف جر قبلها. عندنا ان، في، اون، على، across from، مقابل، يعني الاتنين وشهم لبعض. next to، بجوار، behind، خلف. كلمة في the cat يعني بيأكل القط. cut the vegetables يعني بيقطع الخضروات. sweep the floor بيكنس الأرض. make my bed أرتب سريري. set the table بجهز المائدة.
تعالوا نوصف كل صورة هنا فيها ايه. بيقول there is a lamp on the table، في هنا لمبة على التيبل الترابيزة. There is an armchair، في هنا كرسي بمساند. Next to the cupboard، بجوار الدولاب. ندي أمثلة. There is a bookcase. There is، اتفقنا معناها يوجد، ويجي وراها اسم مفرد. يعني الاسم اللي بعد there is هلاقي فيه قبليه يا إما A يا إما N. There is a bookcase behind the table. في عندنا bookcase اهي خلف الايه، خلف التيبل. طيب في عندنا هنا there are armchairs. there are، يوجد للجمع، في اتنين armchairs اهم. across from the television، قدام التلفزيون، مقابلين للتلفزيون، يعني وشهم لوش التلفزيون. تعالوا نحل هنا مع بعض التوصيل ده. بيقول match I set، برتب المائدة، يعني ايه I set the table. I cut، انا بقطع the vegetables. I feed the cat، بأكل القطة. I sweep the floor، بأكنس الأرض. I make my bed، I make my bed، يعني برتب السرير. هند بتكلم رشا، بتقول لها how can you help at home، بتساعدي ازاي في البيت. هتقول لها مثلا I sweep the floor، انا اكنس الارض. باسم هيكلم ياسر ويقول له how can you help at home، كيف تساعد في المنزل. ممكن يقول I set the table، اعد المائدة. سؤال اختياري عندك the bookcase is، البوكيس اللي هي مكان اللي بنحط فيه الكتب، مكتبة الكتب. is not the armchair، is ايه يا جماعة؟ behind. طبعا ما اقدرش اختار next لان لازم يبقى في هنا to، ما اقدرش اختار across لان لازم يبقى في هنا from، يبقى ما عنديش اختيار غير behind. there is a lamp، يوجد لمبة. not at the table، ها على التيبل، يبقى on the table. برافو. The chair is not two، لقينا two يا حبايبي، على طول اختار كلمة next. I sweep the floor، لقينا هنا the floor الارضية، يبقى على طول اخد كلمة sweep. The clock is across، across ايه؟ across from the cupboard. الكلوك الساعة او المنبه هي مقابل للكابورد للدولاب، يبقى across from. I set the table، set the table يعد المائدة for dinner للعشاء. The sofa is next to بجوار the chair. I cut the vegetables بقطع الخضار. I make my bed، أرتب سريري. I sweep the cat، I eat the cat، I feed the cat. طبعا هنختار I feed the cat، يعني أنا بأكل القط. هنا كلمة behind، الحرفين اللي ناقصين H و D. next to، هنا ناقص E و T. هنا كلمة across from، الحرف اللي ناقص حرف السي، وهنا في اس. cut بتقطع سي يو تي. vegetables حرف الجي حرف البي. sweep بيكنس دبليو اي. bed سرير حرف الدي. sit فاضل هنا حرف التي. the table حرف الال. feed يطعم، في هنا اي وهنا دي. طيب there is a، يوجد ايه يا حبايبي؟ يوجد a ball on the box، يوجد كرة on the box يعني على البوX. هنقول هنا there is a ball behind the box، خلف البوX. برافو عليكم. نبص مع بعض يا حبايبي، عندنا كلمة multiplication. multiplication التي اي او ان شن،
عملية الضرب اللي هي علامة الايه الفي دي 3 × 3 يعني 3 × 3. طب الديفيجن يعني هقسم. طب multiplied by معناها مضروب فيه، هقول 2 × 4 يعني 2 × 4 equal يعني تساوي. كلمة divided by يعني مقسوم على، 18 × 3 equal تساوي adding إضافة 2 + 2 2 + 2 array مصفوفة، مجموعة مصفوفة، array مجموعة مصفوفة. طب هنا بيقول you can count how many apples by adding، هتزود يعني هنا بدل ما اقول ايه اللي موجود دول كام، هنقعد نعد by adding، هزود 1 2 3 4 5 6 يبقى كله equal كام، equal 6. Multiplication is adding the same number again and again. زي ما احنا عارفين 3 × 5 معناها ان ال 5 دي انا جمعتها 3 times 3 مرات، فانا جبت اهو ادي 5 جمعتها على 5 وجمعتها على 5 طلعت لي 15 في الاخر. يبقى المسألة تتقال كده 3 × 5 = 15، انه 3 × 5 تدينا 15. حلو، تعال نشوف هنا الديفيجن. ديفيجن is separating ديفيجن بقى بقسم into different groups لمجموعات مختلفة. When I say 15 ÷ 3 = 5 عرفنا منين؟ ان انا هجيب ال 15 دول وهقسمهم على 3 مجموعات، هقسمهم على ايه؟ 3 مجموعات، هيطلع كل جروب كل مجموعة فيها 5. معانا صوتين مهمين جدا، air ear air ear hair chair pear، نما ear أذن ear أذن beard beard beard. برافو عليكم. دلوقتي وقت ان احنا طبعا كده خلص الدرس، واحنا دلوقتي هنبدأ نحل ونقول شوية ملاحظات على الدرس. اول حاجة بيقولك when we write a list we use a comma. I love playing cards. لما نيجي نعد كذا حاجة بنستعمل الكومة عشان نفصل ما بين الحاجات اللي بنعدها. ومدي هنا مثال بيقول I love playing cards، احب لعب الكوتشينة، ودي عامل كومة. collecting badges اني اجمع البادجات، ونعمل كومة. وهنا and listening to music والاستماع الى الموسيقى، هنا هعمل كومة قبل and، بيبقى بحط and قبل اخر حاجة انا بنهي بيها الجملة. طيب اخر درس معانا كلمة natural resources يعني مصادر طبيعية. عندي كلمة metal معدن، iron ore خام الحديد، rock صخر، melt ينصهر، made of مصنوع من، paper clips مشبك الورق، spoon ملعقة، nails مسامير، knife سكين. اتفقنا ان الكي لو وراها ان مش هنطق الكي. ruler office sand desert glass chemicals add shape water farmer plants vegetables liquid solids gases bowl put many things the Nile grow get at the market. نبص على الصورة دي. We use a knife بنستعمل السكينة for our food عشان الطعام بتاعنا. Our bikes are made of metal دراجاتنا مصنوعة من الميتال المعدن. We use nails to make things بنستخدم المسامير للصنع الأشياء to make things.
We use paper clips in our offices. بنستخدم دبابيس الورق في مكاتب. Iron ore is a natural resource. خام الحديد أحد المصادر الطبيعية. We take iron ore from a rock. بناخد الايرون اور from rock من الصخر and melt it وبنسيحه على درجة حرارة عالية جدا and this makes metal ونشكله بقى ونصلع منه الحديد. ممكن نعمل منه spoons أو knives على حسب. ناخد أمثلة. بنقول هنا we take sand from the desert. بناخد الرمل ده منين؟ من الصحراء. We add chemicals to the sand. ونضيف عليه مواد كيميائية. Then we put everything in a bowl. حط كل شيء في إناء. We melt the sand and chemicals to make a liquid. بنصهر الرمل مع المواد الكيميائية التانية عشان نعمل سائل. Then we shape the glass. السائل ده بيتحول الى زجاج. بنشكله بقى حسب الحاجة اللي احنا عاوزينها. We can make many things from glass. من الازاز نقدر نعمل حاجات كتير. Another Egyptian natural resource is water. مصدر طبيعي مصري اخر هو المية. Farmers give water to the plants. الفلاحين بيدوا المية دي للplants للنباتات. Farmers get water from the Nile. بيحصلوا على الwater دي من النيل. Vegetables need water to grow. الخضروات بتحتاج للمية علشان تنمو. We buy vegetables at the market. بنشتري الخضروات من السوق. Then we ate vegetables. واحنا بعد كده we eat vegetables احنا بناكلها. تعالوا مع بعض نحل امتحان سهل وبسيط على اليونت. What is in your living room? يا ترى في ايه في غرفة المعيشة عندك؟ فحنقول طالما بيقول What is in your living room؟ فحنقول يوجد. There is a television. في عندي تلفزيون. 3 times 5. 3 times يعني التلاتة هضربها في الخمسة. تلاتة في خمسة يبقى equal كام؟ ها equal 15. برافو هتديني 15. Iron ore خام الحديد is a natural resource. يعني ايه يا جماعة مصدر خام طبيعي؟ يعني احنا ما صنعناهوش، احنا لقيناه كده في الطبيعة زي ما خلقه ربنا. 10 divided by 2 يعني 10 هيتقسم على الاثنين يبقى equals 5. هناخد الكلمتين دول في النقط. فادي بيكلم عادل بيقوله What is in your living room. برافو. هيقوله There is a clock. يوجد ساعة حائط. مها بتكلم هبة بتقولها How can you help at home. بتساعدي في البيت ازاي؟ هتقولها I cut the vegetables. انا بقطع الخضار. كلمات متلخبطة ومطلوب مني اعمل لها rearrange. ده انا كلمة table T-A-P-L-E T-A-P-L-E. كلمة A دي كلمة معانا كلمة beard لحية. metal معدن. هنكتب beard ازاي؟ B-E-A وبعدين R-D في الاخر. metal M-E-T-A-L metal. We can تعال نشوف اللي تشوز ده. We can make glass from. هنعمل الازاز من الايه حبايبي؟ من الساند. برافو. 4 وهنا 3 equal 12. ده العدد زاد يبقى انا عملت له ايه؟ عملت له تايمز. 4 times 3 يعني انا ضربته في 3 equals 12. فبقى هنا عندنا الكلمة times يعني علامة الضرب دي. طيب the chair is not from. لقيت from اروح اخد كلمة across. across from معناها مقابل. plants
need. النباتات بتحتاج ايه يا ترى عشان تنمو؟ بتحتاج water. The clock is not at the television. Across يجي from، يبقى هنا مفيش from مش هنختارها. Next تيجي بعدها to، مفيش to مش هنختارها. فمفيش غير كلمة behind، يبقى behind the television يعني خلف التلفاز. بكده حبايبي نبقى وصلنا لنهاية شرح يونت 4. أتمنى تكونوا استفدتوا. أي سؤال ممكن تكتبوه لي في الكومنتس. كان معاكم فاطمة البنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.